لحظات وتنطلق المباراة هنا في ملعب النادي الأولمبي بالزاوية. فريق الأولمبي يرتدي الغلالات الزرقاء بينما فريق الشط يرتدي الغلالات الصفراء. إذن تعطى ضربة البداية في هذا اللقاء. كواسي يرسل كرة أمامية في اتجاه اللاعب طارق حارس المرمى طبعا عبد الرحمن المشري اللي كان أبعد هذه الكرة. ركنية لمصعد فريق الأولمبي، كرة ملعوبة مقوسة، من يتابع هذه الكرة خطيرة مرة أخرى إلى ركلة مرمى. يشاهد اللقطة والإعادة من زاوية أخرى، هشام الأجنب والارتقاء ولعب الكرة بضربة رأس، تغيير للكرة تماما والكرة عادت من جديد. مقصبي يرسل كرة أمامية، رجب المغربي، رجب ينقل الكرة بشكل رائع، محمد كشري في الجهة اليسرى والتغطية حاضرة تجعل من الكرة تبعد خارج أرجاء الملعب. رامي التماس والتركيز من خلال المتابعة لا زال غير موجود من لاعبي كلا الفريقين. هنا هجمة لمصعد فريق الأولمبي والتغطية حاضرة، كرة تعود من جديد، فرصة التقدم، فرصة الهدف الأول، فرصة الهدف الأول، فرصة تسديد المرمى، هدف الأول يأتي لمصعد فريق الأولمبي عن طريق لاعب فريق الأولمبي، اللاعب اللي يحمل غلالة رقم 19 اللاعب يوسف فايق يأتي بالهدف الأول بعد مرور 36 دقيقة بهجمة عكسية سريعة بشكل رائع. ويوسف فايق يأتي بالهدف الأول لمصلحة فريق الأولمبي. كرة أحدثت ضربة داخل منطقة الجزاء وكانت على طبق من ذهب للاعب فريق الأولمبي اللاعب يوسف فايق اللي سجل الهدف الأول في الدقيقة 36 من زمن هذا. ونشاهد الإعادة من زاوية أخرى كيف استقبل الكرة وسدد بالقدم اليمنى وكانت الهدف الأول. اللي هذه الكرة لم يكن بإمكان حارس المرمى عبد الرحمن المشري فعلها حيالها حتى شيء. جديد في وسط الملعب للاعب فريق الشط محمد كشري. محمد محاولة التقدم، مقصبي يتابع والتغطية الدفاعية تجعل من الكرة تعود في اتجاه المحمودي المعتصم المحمودي. محمودي يبحث عن المساندة، فضل رجع الكرة، تعود الكرة من جديد. محمودي ينقل كرة أمامية في اتجاه فايق، يستقبل الكرة بالصدر بشكل رائع. كرة ملعوبة أمامية في اتجاه مصطفى المنير وهناك كراوع في التغطية اللي يتحصل على ضربة حرة لمصلحة فريق. تغييرات في الدقائق القادمة بالنسبة للاعبي فريق الأولمبي. الإحماءات متواصلة من قبل اللاعبين. موسى الأسود، موسى يحاول المرور، عبد السلام حركة، التغطية والتشتيت للكرة من قبل اللاعب مراد زاهو. مراد محمودي يحاول الحصول على الكرة، محمودي في حيد لمصعد فريق الشط وتحديدا عن طريق اللاعب رجب المغربي. التغطية والكرة عادت من جديد رغم المحاولة اللي كانت موجودة عن طريق اللاعب أنس حمدي اللي دخل في الشوط الثاني. كرة ملعوبة في اتجاه المحمودي، يا محمودي يتعرض لعرقلة الحكم يأمر مواصلة اللعب. وهنا الكرة تبعد خارج أرجاء الملعب، رمية تماس. كرة ملعوبة والتغطية تجعل من الكرة تعود عن طريق محمد الأجنف أو هشام الأجنف. هشام هنا هجمة عكسية سريعة، فايا يوسف فايا فرصة الهدف، فرصة الهدف والهدف الثاني يأتي. إذن يوسف فايا صاحب الهدف الأول يأتي بالهدف الثاني في هذا الشوط الثاني بعد مرور 22 دقيقة من زمن هذا الشوط الثاني. هدف في الشوط الأول في الدقيقة 36 وهدف الشوط الثاني في الدقيقة 22. نشاهد الإعادة من زاوية أخرى كيف تقدم، كيف لعب الكرة في الجهة اليسرى لحارس المرمى عبد الرحمن المشري. إذن هدفين مقابل لا شيء. تتغير والإعادة من زاوية أخرى لنفس اللاعب اللي كان سجل الهدف الأول. إذن هدفين مقابل لا شيء. الأولمبي يتقدم على فريق الشط. إذا اليوم على كل حال تحركات اللاعب يوسف فايق فيها شيء من الخطورة. هنا محمود يتقدم وهناك راية وضربة. اللاعب المالي اللي لازال يبحث عن تسجيل هدف ونشاهد الإعادة من زاوية أخرى. كرة كان تقدم بها يوسف فايق ولعب الكرة بأريحية في الجهة اليسرى لحارس المرمى عبد الرحمن المشري مؤكدا ومعزز الهدف الأول بهدف ثاني. إذن النتيجة هدفين مقابل لا شيء. رجب في التنفيذ، تقدم لجل لاعبي فريق الشط للبحث عن تذليل الفارق. ملاحظات مستمرة من أسامة المندرسي حارس مرمى فريق الأولمبي لسد كل الثغرات اللي قد تجعل من الكرة شكل خطورة على مرمى. رجب المغربي يلعب كرة خطيرة ولكن التغطية الدفاعية تجعل من الكرة تعود عن طريق اللاعب عبد الله بن عليوة. عبد الله الصامتي يرسل كرة أمامية، فرصة تقدم بكرة الأمام، فرصة البحث عن هدف ثالث، كرة ملعوبة بالعرض، من يتوقع خطيرة هذه الكرة.